الله وبركاته. وصول الطيارات الفرنسية للجزائر لإخماد حريق ولاية أوزو. وصلت الطيارات المختصة لإخماد الحرائق إلى الجزائر إلى مطار هواري. الطيارتين المختصين لإطفاء الحرائق كاندير بعد عقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ومقتضى استئجارهم، وكان في استقبال الطاقم الأوروبي الذي قاد الطيارتين إلى الجزائر المدير العام للحماية المدنية العقيد بو غلاف بو علام. وأصدرت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية بيانا حذرت فيه من خطورة تدفق المياه من طائرات أثناء إخماد الحريق، وجاء في البيان ذات المصالح الموجهة إلى سكان المناطق المتضررة من هذه الحرائق أن الطائرات حطت بمياه بمطار بجاية، وفي حال رميتوها تحلق حول أماكن تواجدكم ولم يكن لديكم الوقت للعودة إلى منازلكم، ينصح بالاختباء في مكان آمن والاستلقاء لحماية رؤوسكم. وأوضح المصادر نفسه أن خزان الطائرات يحتوي على كمية كبيرة من المياه والتي تدفق أثناء إخماد الحرائق من على أمتار قليلة فقط عن الأرض، ويمكن تتسبب في جروح بليغة في حالة التعرض لها بشكل كبير. وشاهدوا سرعتها في دقائق فقط طفت 5 حرائق، تخيلوا لو أنها كانت موجودة منذ بداية الحرائق. اللهم إن عبادك في الجزائر مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب احمي الجزائر وشعب الجزائر، وأرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بإذن الله. ما تنسوش تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.